السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة. طبعا يا اخوان في هذا المقطع كيف تسوي سريلاك؟ ايش المتطلبات؟ تجيب سريلاك، طبعا احسن نوع سريلاك اللي هو القمح، ما في شيء احسن منه. لا تقول لي لا تمر ولا بالموز ولا مش عارف ايه، احسن شيء قمح. وتجيب ملعقة وزبدية، اللي احنا نسميها زبدية، انتوا ما ادري ايش تسمونها. تفك الغطا زي كذا وشم الريحة يا معلم، ريحة في قلبك. بعدين تقرب الزبدية زي كذا وتغرف. هذه أول ملعقة، هذه الملعقة الثانية، الملعقة الثالثة الرابعة. مين كان وهو صغير من كتر ما يحب السريلاك كان يحط السريلاك في الصامولي ويأكل صامولي بالسريلاك؟ مين اللي قد سوى زي كده اكتب لي في التعليقات. الحين خلاص خلصنا، تمام. نقفل الغطاء عشان لا ينكب، تمام. نقفل زي الناس، مرة نقفل نقفله بعدين. طيب نجيب الموية، هذه موية، ونحط بعد ما تحط موية، تمام، تروح تقلب عشان يثقل. كل ما تقلب كل ما تصير ثخين، يعني يثقل، لانه المويه السريلاك يمتص المويه. والله ما فيها شيء، شوف انا كبير في عمري واكل سريلاك عادي، اكل ترى ومفيد، كله مو فيتامينات. لو ما هو مفيد وما فيه فيتامينات كان ما طفحناه واحنا صغار، صح ولا لا؟ حداكم واحد يقول لي لا. شوفوا ما شاء الله كل ماله يدخن 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 يدخن. طبعا هنا عندي انا عسل اسمه عسل سمرة، طبعا العسل هذا اصلي. خلينا نفك الغطاء. ونحط منه شوية بس ان شاء الله انه ما ينكب. تكبكب والله، شوف انا اكره شيء يجي زي كده برا. وتمسح زي كده يا ابويا. بعدين تغطيه زي كده. بعدين شوفوا العسل هذول، تروح تقلب. العسل تحطه مع اللبن، مع اللبن الزبادي يطلع رهيب العسل، مرة فانتستيك. وبس هذا كان كل المقطع. عجبك المقطع حط لايك نشر. جوكم ان شاء الله في المقطع الجاي. مع السلامة.